ترونه مما ترونه. انتم من تبقى تشوف انت وانت تبكي، تشوف ذيك الفتاة الصغيرة اللي راسها رضخ واخرجوها هكذا ياك، وهذوك الاطفال اللي والدماء هكذا مستشهدين. يجب ان تبكي على نفسك، فانك حينما تنام على فراش الموت سكرة واحدة من سكرات الموت أشد عند الله من ضرب 100,000 ضربة من السيف انت، وأشد من غلي القدور. أما هو فلا يستشعر ما تراه عند خروج الروح إلا كما ذاك الدبور، تعرف شنو الدبور؟ الدبور هذاك اللي دار بحال النحله، الا كقرصه الدبور مشات. الشهداء اسمعوا، الشهداء عند سيدي ربي لا يستشعرون سكرات الموت، يخفف الله عنهم سكرات الموت ويغفر لهم قبل ان تخرج ارواحهم وقبل ان تسقط اول قطره دم تصيب اديم الارض. زين، ثم لا يغسلون لا يكفنون لا يصلى عليهم، ثم لا يفتنون في قبورهم لا يسألون في قبورهم، ثم يحشرون يوم القيامة بهذا الذي أصابهم في سبيل الدين كحجة بين يدي الله، فالدم يثعب والريح لوح المسك، ويتوجون تاج الوقار الياقوتة فيه خير من الدنيا وما فيها، ويشفع في 70 من أهله كلهم استوجبوا النار، ويزوج بثنتي 70 حورية من حور الجنة. هذا الشهيد هو راه عنده في ماسمه، هو اسمه هو عنده الرحمة، وإحنا واسمه من بعدنا العذاب. شكون الذي يتعذب؟ الذي يقتل ولا الذي يرى أخاه يقتل؟ نحن الذي نعذب، أما هو لا يعذب. هو لو اطلعت على حاله حينها لا يعذب، لأن الله يسكب عليه السكينة، ولأن الله تعالى ما اقترب إليه أحد إلا أكرمه بكرامات الله بها عليم. ثم بعد ذلك نقول واحد الكلمة إن شاء الله تعالى قبل ما تزيد الكلمة السيحية، نقول غير واحد الكلمة على هذا المستكين أصحاب حالة وكذا. يقولون الإسلام والمسلمون إرهابيون، كما قال السيسي في أمريكان يعني ما إرهابيين. إحنا هل هاجمنا أرضا؟ هل غزونا أرضا؟ هل قتلنا أحدا؟ هل هددنا السلم في بلاد من البلاد؟ ماذا فعلنا نحن؟ المعارك تدور رحاها زين في بلاد المسلمين ياك، الأسلحة كلها تجرب في بلاد المسلمين. ثم يا من زعموا وقتلونا وهم يتحدثون عن زين حقوق الإنسان في المعارك، هل تقاتلون من يقاتلكم؟ أنتم والعياذ بالله ما تركتم زين حيا ولا مدينة ولا بيتا ولا سوقا ولا مخبزة ولا صيدلية ولا مستشفى ولا، قصفتم كل شيء. شكنتم هل تركتم شيئا؟ قتلتم النساء والعجائز والرجال والأطفال والرضع والرضع. احنا إرهابيين، احنا إرهابيين، أرضنا مستباحة، دماؤنا شلالات، أطفالنا يتموا بل قتلوا، فما بال المآذن والمساجد؟ هدمت المساجد، وما بال الاستيطان الجديد؟ خرج أهل حلب جيب شكون؟ الإيرانيين. خرج أصحاب دارية جيب شكون؟ الإيرانيين. زرع الشيعة في بلاد المسلمين، الشيعة الملاعين زرعهم، لأن الغرب الصليبي والصهاينة اتفقوا مع الصفويين الشيعة الملاعين زيد لاجتثاث أهل السنة. يقولون احنا إرهابيين، احنا
ما قدرتوش ديروا واحد شيعي ارهابي ولا روسيا ارهابيه ولا والله الا العجب سيدي.